اقعد يا ايوب، اقعد. الف سلام عليك، طولت في المستشفى وانا ما رضيتش ارخم عليك واجيبك، حبيتك. الله يسلمك يا باشا، كتر خيرك. والدواء اللي الدكتور كتبه لك انا امرت انه يدخل لك بانتظام، وكمان وصيت حد يجيب لك اكل كويس يعني ترم عظمك كده. مش عارف يا باشا والله اشكرك ازاي. ما تقولش حاجه ايوب، بكره الصبح جلسه الاستئناف، والنهارده انا حبيتك في الحبس الانفرادي، يعني تبعد شويه عن العيال البلطجيه اللي جوه دول. الحمد لله. صدقتني يا باشا بقى ما قلت لك ان انا بحمد ربنا دايما عشان يوقف لي ولاد الحلال اللي زيك. صدقتك يا سيدي. الباشا الضابط جايب لك الاكل ده على حسابه، خد اهو. يلا هو انت ما بتردش عليا ليه يا منصور؟ يا تشوط ياض منصور، انت مش سامعني؟ سامعك ومش عايز ارد. ليه بقى ان شاء الله؟ حبيبتي هو انت طلبت فلوس قبل كده سماح وانا اديتك؟ عمرك ما عملتها عشان ايحه وجلده ومعفن. طب مستغربه ليه بقى؟ المفروض تكون اتعودت يا حبيبتي. يلا مش قادره يا منصور، تعبت من كتر ما بحاول اعود نفسي يا اخي. وبعدين يعني انا مش بطلب حاجه كتير، انا بطلب قرشين كده بس عشان افك عن نفسي بيهم واشتري شويه حاجات. عايز تشتري ايه يا سماح؟ عايز اشتري هدوم، ممكن؟ من عينيا. بكره استلقط لك حاجه جايه من بلد من بورسعيد، بس تفكك من دماغي بقى وخلينا نتفرج على الماتش. جاتك 60 نيله، الحاجات اللي بتجيبها كلها عره زيك. ما عشان كده بتليق عليك يا روحي. الله يخرب بيت زفاره لسانك يا اخي، كرهتني في عيشتي. ما تلعب يلا. والعب يلا. ما تلعب يلا.